أنا بناتنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم من جديد في منصتكم المفضلة، منصة البث المباشر في مادة الفيزياء للثانوية العامة، وبالتحديد الفصل الثالث. مراجعة سريعة للفصل الثالث بجميع أفكاره، بداية من قانون فاراداي في الحث الكهرومغناطيسي حتى الموتور. تعالوا نشوف أول مسألة عندي بتقول إيه. بقول في الشكل التالي: عند إبعاد المغناطيس عن الملف، يا ترى قراءة الأميتر إيه اللي هيحصل لها؟ هتزيد، تقل، لا تتغير، هتساوي صفر. نظرت إلى الشكل كويس، وجدت إن الملف يمر به تيار كهربي أصلي من المصدر من البطارية، فكان الأميتر يقرأ تيار هذه البطارية. لكن علمنا في الفصل الثاني أن الملف الذي مر به تيار عمل وكأنه مغناطيس ثنائي القطب، أي له وجهين شمالي وجنوبي. فماذا عن القطب الذي يوجد في مواجهة المغناطيس؟ قطب الملف الذي يوجد في مواجهة المغناطيس إذا نظرنا إليه لوجدنا أن التيار يمر في هذا الوجه الذي يقارب المغناطيس ضد عقارب الساعة، ومن ثم فإن هذا الوجه وجه شمالي نورث. تمام، لكن هذا الوجه وجه شمالي، وهو شمالي أصلي بسبب التيار المصدر، فماذا يحدث إذا ما ابتعد المغناطيس عن الملف؟ إذا بعدت القطب الشمالي للمغناطيس عن الملف حسب قاعدة لينز، يتولد على وجه الملف القريب وجه جنوبي مستحس. لماذا؟ لأن عند إبعاد الشمالي يتولد على الوجه الملف وجه جنوبي حتى يقاوم حركة إبعاد شمال المغناطيس بالتجاذب، إذا يجب أن يكون هناك جنوبي. الله، إذا هذا الوجه وجه الملف القريب من المغناطيس عليه قطب شمالي أصلي نتيجة تيار المصدر، وتولد عليه نتيجة الإبعاد قطب جنوبي مستحس. إذا اتجاه التيار المستحس سيكون عكس اتجاه التيار الأصلي، وبالتالي ماذا يحدث لقراءة الأميتر؟ تقل، لأن التيار المستحس يعاكس اتجاه التيار الأصلي. فكرة بسيطة لكن ربطت ما بين الفصلين الثاني والثالث، الثاني في كون الملف الذي مر به تيار يعمل وكأنه مغناطيس ثنائي القطب، أي له الوجهين الشمالي والجنوبي اللي نعملهم باللون الأسمر، بينما الفصل الثالث كان موجود عند إبعاد المغناطيس الأصلي عن الملف تولد على وجه الملف قطب جنوبي مستحس ليقاوم حركة إبعاد الشمالي بالتجاذب. إذن الوجه القريب من الملف عليه قطب شمالي وقطب جنوبي، إذن طياري هذا الوجه عكس بعض. إذن ماذا يحدث لتيار هذا الملف؟ سيقل لأن الطيارين عكس بعض، وبالتالي فإن قراءة الأميتر تقل. نشوف سؤال تاني. الرسم، بصيت للرسم كويس، لقيت عندي مقاومة R وهي تمثل جهاز، طرفي هذا الجهاز هما الـ A والـ B، وعندي مغناطيس. لغد الوقت في المثال ده ما فيش مصدر للتيار. الرسم يوضح مغناطيس في مستوى الصفحة موضوع بحيث يكون طرفه الشمالي بالقرب من ملف حلزوني متصل بمقاومة، فإذا أدير المغناطيس نصف دورة حول محوره بحيث يتبادل القطبان موضعيهما، أي أن الشمالي يروح مكان الجنوبي والجنوبي يروح مكان الشمالي، يبقى كده بالفعل نص دورة. تمام، بحيث يتبادل القطبان موضعيهما، فإن تيارا تأثيريا سوف يتولد في دائرة الملف بحيث يكون اتجاهه في المقاومة R. يا ترى هيكون الاتجاه ايه؟ احد الاختيارات الاربعة، من الـ A الى الـ B في النص دورة،
ولا من البي للإيه، ولا خلال ربع من الإيه للبي والربع الآخر من البي للإيه، ولا العكس خلال الربع الأول والربع الثاني. لا، الموضوع محتاج تفسير لإجابة سؤال زي ده. بصوا يا شباب، تعالوا نتكلم على الربع الأول. هفترض إن المغناطيس ده دار بالشكل ده، يعني القطب الشمالي يطلع لفوق خلال الربع الأول. خلال الربع الأول يعني الشمال هيبقى فوق والجنوب هيبقى تحت، أما في الربع الثاني الشمالي هيروح على اليمين والجنوب اللي كان تحت هيروح ناحية اليسار. طيب يا ربي، خلال الربع الأول القطب الشمالي يبتعد، إذن يتولد على وجه هذا الملف جنوبي مستحث يقاوم حركة إبعاد الشمالي بالتجاذب، قاعدة لينز. ده خلال الربع الأول، تمام. طب وخلال الربع الثاني نجد أن الجنوبي، ما الجنوبي تحت في اللحظة دي بعد ربع دورة، الجنوبي بقى تحت، اسمع كده، الجنوبي سيقترب، إذن يتولد على هذا الوجه أيضا جنوبي مستحث. لماذا؟ لماذا؟ لأن الجنوبي خلال الربع الثاني سيقترب من وجه الملف، لذلك وجه الملف يجب أن يكون وجه جنوبي خلال الربع الثاني حتى يقاوم حركة تقريب الجنوبي بالتنافر حسب قاعدة لينز. الله، يعني خلال الربعين يجب أن يكون الوجه القريب من الملف جنوبي، ومن ثم يجب أن يكون اتجاه التيار خلال الربع الأول والربع الثاني ثابت لم يتغير. إذن الاختيار إما أن يكون ألف أو يكون ب. طب أعرف منين؟ والله لما أقول لك إن الوجه القريب ده وجه جنوبي يا محترم، معناها إني لو الوجه ده جنوبي معناها إن التيار الكهربي، يا شباب منصة البث المباشر، إن الوجه ده بيمر فيه التيار مع عقارب الساعة، فإذا ما مر التيار مع عقارب الساعة في الوجه القريب من المغناطيس، إذا التيار الكهربي ينتقل خلال المقاومة R من النقطة B إلى النقطة A، إذا الاختيار رقم B هو اللي صح. خلال الربع الأول هو نفس اتجاه التيار خلال الربع الثاني، نظرا لأن القطبين جنوبي خلال الربع الأول وجنوبي خلال الربع الثاني خلال وجه هذا الملف، بينما مر من البي إلى الإي نظرا لأن وجه هذا الملف جنوبي، فأن التيار الكهربي يمر فيه مع عقارب الساعة، وحتى يمر في هذا الوجه مع عقارب الساعة، إذن يجب أن ينتقل التيار الكهربي بالفعل خلال المقاومة R، لأن ده طلبه من البي إلى الإيه. أعتقد أنني كده اخترت صح وفسرت إجابتي زي ما طلب مني، تمام. تعالوا يا شباب نشوف سؤال تاني. أي من الاختيارات التالية يعبر عن الاتجاه الصحيح للتيار المستحث المتولد في الحلقة المعدنية بتأثير التناقص للتيار المار في السلك المستقيم؟ التناقص، تناقص التيار، ناخدها قاعدة كده، تناقص التيار يولد تيار مستحث في الحلقة طردي، أي أن اتجاهه يساوي نفس الاتجاه، عشان كده اخترت ألف. لو بصيت لب الاتجاهين عكس بعض، جيم الاتجاهين عكس بعض، دال عكس بعض. كلام ده ليه؟ لأن التيار سيقل في السلك المستقيم، ونقصان تيار السلك يؤدي إلى نقصان المجال، وحالة نقصان المجال يؤدي إلى تيار مستحث طردي في هذه الحلقة، وطردي يعني أنه في نفس الاتجاه. نشوف سؤال تاني. يسقط مغناطيس باتجاه ملف كما بالشكل، مديني جالفانومتر طرفيه واحد واثنين، الملف بي و اي وجهيه، الراجل
قال أي الاختيارات التالية صحيح، علما بأن كل صف يعتبر اختيار. طالب اتجاه التيار في الجلفانومتر، يا ترى من 1 لـ2 ولا من 2 لـ1؟ طلب نوع القطب المتكون عند الايه، يا ترى عند الايه هيكون قطب ايه؟ اوه انا بصيت للرسمة وجدت ان المغناطيس بينزل. طالما المغناطيس بينزل اذا القطب الشمالي يقترب من الوجه بي، اذا يتولد على الوجه بي قطب شمالي ليقاوم حركة التقريب بالتنافر، وبالتالي الوجه ايه سيصبح جنوبي. اذا الاختيار من ناحية نوع القطب المتكون عند الايه احنا قلنا جنوبي، قد يكون به وقد يكون دال، قد يكون به وقد يكون دال. لغض الوقت الاختيارات ما اصبحتش واضحة بالنسبة لي، لكن تعالوا نشوف. اذا كان الوجه بي وجه جنوبي، اسف شمالي، فاذا ما كان شمالي يجب ان يمر فيه في الوجه بي التيار ضد عقارب الساعة، ومن ثم يمر التيار في الملف من النقطة بي الى النقطة ايه، هو عايز اتجاهه في الجلفانومتر، اذا سيصبح في الجلفانومتر من الاي الى 2 الى 1 الى البي، اذا في الجلفانومتر من 2 الى 1، اذا قد يكون الاختيار جيم او دال، في حين ان احنا قلنا الوجه ايه جنوبي، اذا فهو الاختيار اما به او دال. اعتقد واضح ان كلنا اتفقنا دلوقتي الاختيار دال هو الاختيار المناسب. يلا يا شباب نشوف سؤال تاني. الشكل المقابل يوضح سلك معدني AB طوله 2 متر يتحرك في مستوى الصفحة بسرعة منتظمة 5 متر لكل ثانية. يبقى اداني الطول واداني السرعة، عمودي على المجال يعني اداني السيتا، فأصبحت السيتا بالنسبة لي 90، عمودي على مجال مغناطيسي منتظم اداني كثافته، لا امال اداني القوة الدفع الكهربية المستحسة المتولدة فيه 4 فولت، بحيث يكون جهد الطرف A اكبر من جهد الطرف B. يا ترى كثافة الفيض المغناطيسي المؤثر على السلك واتجاهه، يا ترى المجال فين؟ طب اجيب المقدار الاول. انا عندي يا مستر الاي ام اف بتساوي بي ال في، يا مستر اي ام اف بتساوي بي ال في، طب الاي ام اف ب4، طب البي والال والفي والساين سيتا، ساين سيتا بواحد، ساين 90 بواحد، البي مطلوبه، ال ب2 والفي ب5، 2 × 5 = 10، يبقى 4 بتساوي البي في العشرة. إذن البي 4/100 تسلا، ولذلك الاختيار هينحصر في الجيم والدال. فماذا عن اتجاه المجال؟ إن هذا التيار تيار مستحس. عايز تقول إيه؟ عايز أطبق قاعدة فليمنج لليد اليمنى لتحديد اتجاه التيار المستحس في هذا الملف في هذا السلك. هتعمل ايه يا مستر؟ والله انا عندي 3 صوابع، هحدد اتجاه التيار في السلك من الطرف A الى الطرف B، لانه قال لي كده جهد الطرف A هو الموجب والطرف B والسالب، يعني التيار جاي منين؟ من الـ A للـ B ولا من الـ B للـ A؟ أطبق كده بحيث إن اتجاه السرعة يكون لأعلى، اتجاه السرعة يكون لأعلى، واتجاه التيار الكهربي من البي من الإيه إلى البي، من الإيه إلى البي. أوبا، واتجاه التيار يا مستر في السلك هيبقى من الإيه للبي، ده هو قال لي جهد الإيه أكبر من جهد البي،
يعني الايه هي اللي جهدها موجب والبي جهدها سالب، يعني التيار الكهربي يسري في هذا المصدر اللي هو السلك من البي للايه، هو المصدر بيمشي فيه تيار من البي للايه. ايوه طبق كده يا حبيبي وشوف التيار لو مشي من البي الى الايه يا مستر، ده انت لسه قايل ان جهد الطرف ايه اكبر، انه الاكبر في المصدر، والسلك هنا هو مصدر التيار، وبناء عليه اذا ما تم توصيل طرفي هذا السلك بجهاز كهربي سيمر التيار في الجهاز الكهربي من الاي الى البي، اذا يمر في السلك من البي الى الاي. تعال طبق كده، وقاعده فليمنج لليد اليمنى، اضرب بالمسدس لخارج الشاشه في اتجاه المجال للخارج، هتلاقي الابهام بيشير الى اتجاه السرعه لاعلى، والتيار الكهربي سيسير من البي الى الايه. يا لغز كبير، لغز كبير، بحيث يكون جهد الطرف ايه اكبر من جهد الطرف بي. هذا يعني ان التيار لن يمر من الاي الى البي، ولكنه يمر من البي الى الاي. لماذا؟ لان السلك هنا عمل بمثابه المصدر، واذا ما كان هناك جهاز يتصل بين طرفي هذا السلك لمر تيار كهربي من النقطه اي الى النقطه بي في الجهاز، اذا يمر في السلك من البي الى الاي، وبناء عليه يجب ان يكون اتجاه التيار بالفعل الى الخارج. سؤال صعب محتاج تفكير، وزي ما قال معالي الوزير الفيزياء ما هي إلا فكرة مبنية على قانون، وهنا في الاختيارين عند الفكرة وعند القانون. يلا نشوف سؤال تاني على السلك المستقيم برضه. ساق من النحاس الدني طولها 3 من 10 متر، أيوة ما احنا كبرنا وعرفنا، تتحرك بسرعة نص متر لكل ثانية في مجال مغناطيسي كثافة فيضه 8 من 10 تسلا، فإن مقدار القوة الدفع الكهربية المستحسة بين طرفي هذا الساق تساوي إيه؟ إذا تحركت في اتجاه عمودي فهي الـ BLV، BLV ساين 90، لأن ساين 90 بواحد، عوضت عن قيمة البي والال والفي وجدت المقدار اللي عندي 12 من 100 فولت، اذا الاختيار يا اما الف يا ب، بينما اذا تحركت في التوازي اذا السيتا بصفر وساين الصفر بصفر، وبناء عليه المقدار سيساوي الصفر، اذا الاختيار ب هو الصحيح، لانه في حالة العمود 12 من 100 فولت وفي حالة الحركة في الاتجاه الموازي صفر، برضو قانون وفكرة. سلك طوله 4 من 10 متر، تحرك عمودي على فيض مغناطيسي لمجال لمغناطيس كثافته 7 من 10 تسلا، يبقى اداني الطول والكثافة، فتولدت بين طرفي السلك قوة دفع مستحسة مقدارها 1 فولت، فإن سرعة حركة هذا السلك تساوي إيه؟ الله الراجل اداني مقدار القوة الدافعة التي تولدت، واداني الطول، واداني كثافة الفيض، وقال لي انه بيتحرك عمودي يعني بي ال في، اعوض مش هلاقي غير السرعة بس هي اللي موجودة 3.57 من 100 هي اللي هنقدر نجيبها. سؤال بعده واخير على السلك المستقيم، في الشكل المقابل سيارة بها هوائي طول الهوائي 1 متر، تتحرك بسرعة 80 كيلومتر لكل ساعة، ضربت في 5 على 18، يبقى أنا عندي السرعة وعندي الطول بحيث يكون اتجاه حركة الهوائي متعامد، يعني عندي السيتا ب90 على المركبة الأفقية للمجال المغناطيسي للأرض، فتولدت قوة دفع كهربية مستحسة مقدارها 4 في 10 والسالب 4 فولت بين طرفي الهوائي، يا ترى البيئة التي أثرت وولدت هذه القوة مقدارها إيه؟ هعوض تعويض مباشر في العلاقة اللي عندي الـ EMF بتساوي بي ال في، هلاقي شفتوا الفي أنا عملت فيها إيه؟ أيوة ضربتها في 5 على 18، ليه؟ لأنه إدها لي بالكيلومتر كل ساعة عشان أحولها المتر كل ثانية، عارفين كلنا بنضرب في 5 على 18،
وبناء عليه قدرت اجيب مقدار كثافه الفيض طلعت ب 18 في 10 اس سالب 6 تسلا، اذا اختيار رقم د هو الصحيح. سؤال برضو لسه عندي سؤال في السلك المستقيم. الشكل المقابل يوضح موصلان اسطوانيان مهملا المقاومه، مش مقاومه، حاضر، طول كل منهم 20 سم يتحركان على مسار معدني مهمل المقاومه بسرعه ثابته 5 متر لكل ثانيه. شوفوا اتجاه الحركه في اتجاه عمودي على المجال اللي بيخترق شاشه الكمبيوتر او شاشه الموبايل اللي انت بتشوف من خلاله. عمودي على مجال مغناطيسي منتظم كثافته 4 من 10 تسلا. يا ترى شده التيار المستحث المر في المقاومه 2 اوم تساوي ايه؟ والله انا ممكن اجيب قيمتها ازاي؟ مش انا عندي القوه الدفع بي ال في بتساوي 4 من 10 في 2 من 10 في 5، ادتني 4 من 10 فولت. اذا الكليه 2 في 4 من 10 يعني 8 من 10، يعني شده التيار اللي عندي تصبح 8 من 10 على 2 ب 4 من 10 امبير. واحد يقول لي طب انت قلت الاي توتال بتساوي مجموعهم ليه؟ اقول لك بايديك اليمين طبق وشوف اتجاه التيار الكهربي خلال هذا المسار الدائري على القضيب المعدني الايمن، هتلاقي بالفعل ان اتجاه التيار ضد عقارب الساعة في المسار الدائري اللي عندي. كذلك في القضيب المعدني اللي على يدك اليسار طبق بقاعدة فليمنج برضو اليد اليمنى، هتلاقي التيار الكهربي فيه لأسفل، أي في نفس اتجاه التيار الذي تولد في القضيب المعدني الأيمن. في القضيب المعدني الأيمن كان لأعلى في اتجاه مسار ضد عقارب الساعة في المسار الدائري، وفي القضيب المعدني الأيسر كان لأسفل أيضا في اتجاه المسار الدائري ضد عقارب الساعة، ولذلك القوة الدفع الكهربية الكلية وبالتالي التيار الكلي يساوي 8 من 10 الناتجة من الضلعين على الاتنين أوم، على اعتذر على المقاومة اللي موجودة عندي في الرسمة أنا كاتبها 3 أوم، لا هي 2 أوم، في خطأ موجود على الرسم بس، لكن السؤال نفسه قال لي فإن شدة المستحث المر في المقاومة 2 أوم تساوي إيه؟ إذن هقسم 8 من 10 على 2 أوم، فالمفروض إن 3 أوم اللي على الرسمة دي تكون 2 أوم على حسب رأس السؤال. تعالوا يا جماعة نشوف سؤال تاني. الشكل المقابل يبين ساق معدنية إي بي طولها 25 من 100 متر وتتحرك بسرعة خطية، إداني الطول وإداني السرعة وإداني الكثافة وقال لي عمودي. تمام، فإذا كانت الساق جزء من دائرة مغلقة يا ترى اتجاه التيار في الساق هيكون منين؟ طبق قاعدة فليمنج اليد اليمنى، اتجاه السبابة في اتجاه المجال، واتجاه الحركة لأعلى الشاشة، إذا اتجاه التيار في الساق سيصبح من البي إلى الإي. مقدار القوة الدفع المتولدة في السلك أطبق في قانون البي ال في، طبعا ان تيار المصدر بيكون دائما نحو اليسار من البي الى الاي، اي من السالب الى الموجب، لكن عن مقدار القوه الدفع الكهربيه اي جهد الاي هو الاكبر، مقدار القوه الدفع الكهربيه عوض في قانون الاي ام اف، نجد ان مقدارها بالفعل اي ام اف بي ال في، هلاقيها في النهايه بعد التعويض عن قيمة البي والال والفي اعملها على مهلك هتدين المقدار 2 من 10 فولت. نشوف سؤال تاني قد يكون شامل لفارادي الأولى من وإلى. في الشكل المقابل إذا كانت ال 15 سنتي أصبت 15 من 100 متر والآر ب 25 أوم والبي ب 6 من 10 تسلا والفي ب 8 متر لكل ثانية، وبفرض أن مقاومة الساق المنزلقة والقضيبين مهملة، فإن مقدار القوة الدافعة تساوي إيه؟ بي ال في يا مستر، وأنت مديني البي والال والفي
عوضت لقيتها 72%. إذن الاختيار في المسألة الأولى هو الاختيار ألف 72%. الباشا طالب شدة التيار الكهربي المار في المقاومة R. والله أنا جبت مقدار القوة الدفعة الكهربية بـ 72%، وقلت لك في رأس السؤال أن مقدار المقاومة R 25 أصبحت شدة التيار اللي عندي الاختيار ألف، المقاومة R بـ 25 أوم. تمام، يبقى في خطأ برضو هنا في رأس السؤال، 25 أوم، لأن لما قسمت الـ 72% على 25% إدتني 2.88%. تمام، بس هو هنا قال لك شدة التيار حسبها لي دي بالأمبير. تمام، لا دي بالملي أمبير، دي بالأمبير، دي بالملي أمبير. خلاص، القوة اللازمة للحفاظ على حركة الساق، ده انت كده جبت الفصل الثاني بقى. ما انت حافظ ان القوة بتساوي ابل اي بي ال، صح، وفي نفس الوقت الاي ام اف بتساوي بي ال في. والله هعوض من المعادلة الثانية في المعادلة الاولى، هوصل الى ان القوة المؤثرة اللي عندي تساوي بي تربيع في ال ال تربيع في ال في على الار، وعوضت عن البي تربيع والال تربيع والفي، وجدت انها بتساوي طبعا ديت اس 2، وجدت انها هتساوي مقدار القوه اللي عندي 2.59 في 10 اس سالب 3 نيوتن. يا جماعه الموضوع مع الشباب مش موضوع ارقام، الموضوع انك تفهم الطريقه. طبق انت صح، يعني الاثنين دي طبيعي انت عارف انها 15% تربيع، لان الطول زي ما قال لي 15 سم، فقلت 15%، والال مربعه كذلك، البي مربعه اللي هي 6 من 10، الاثنين دي تربع. خلاص يا حضرات، المهم القانون، عوض براحتك هتلاقي الاختيار رقم ج هو اللي صح. تعال نشوف السؤال رقم 4 في نفس الشكل. طلب القدره المستهلكه في المقاومه ار، ما انا عندي القدره إما بتساوي أري تربيع وهتديني صح، أو في تربيع على الأر وهتديني صح. برضو وجدت إن القوة الدفع الكهربية عندي موجودة بـ 72%، ربعتها وقسمت على المقاومة أر، إدتني المقدار ده. تمام، يبقى مقدار المقاومة هنا حضرات 25 بس، ما هوش خمسة ومش 25%، وبناء عليه كانت النتيجة 2.88% أمبير، لما حولتها إلى الملي أمبير أعطت 288 من 10,000 أمبير. حلو، الشكل المقابل يوضح ساق إي بي طولها إل، مقاومتها آر، الطول إداهولي إل، والمقاومة آر تتحرك بسرعة منتظمة في مستوى الصفحة جهد جهة اليمين، ويؤثر عليها مجال مغناطيسي منتظم، كثافة فيضه بي واتجاهه عمودي على مستوى الصفحة زي ما انتم شايفين للخارج لأنه نقاط، فحتى تظل الساق بي متحركة بنفس السرعة المنتظمة، يا ترى مقدار القوة اللي أنا حليت بيها المسألة دلوقتي، يا ترى مش احنا قايلين ان الاف ماجنتيك تساوي ابل، لكن انا عارف ان الاي بتساوي اي ام اف على الار توتال، يعني الافريج اللي هي عباره عن شلتها وحطيت مكانها الاي ام اف الافريج على الار، هشيل الافريج اللي عندي واحط مكانها بي ال في، فتصبح الاي ام اف بتساوي بي ال في في البي ال، فاصبحت بي تربيع ال تربيع في، ما انساش اقسم على الار، فتصبح الاختيار الصح اللي عندي هو الاختيار د بي تربيع ال تربيع في على الار، واعتقد دي انا حليت بها مساله دلوقتي. دائره كهربيه تتكون من سلكين سميكين متوازيين، المسافه بينهم 50 سنتي. المسافه ديت يا شباب ما هي الا، ركزوا معايا، طول القضيب الذي سيتحرك على السلكين. يعني 50 سنتي ديت هي ال ال 5 من 10، ومقاومه 3 اوم متصله بطرفي كل منهما، وضع قضيب معدني على السلكين، هو ده اللي طوله
هيكون 50 سنتي او الطول الذي سيغلق الدائره الكهربائيه 50 سنتي بحيث يغلق هذه الدائره. فاذا كانت المساحه المحصوره بين السلكين عموديه على فيض مغناطيسي والداني كثافته، فان قيمه القوه اللازمه لتحريك القضيب المعدني لتكسبه سرعه منتظم مقدارها كذا. اعتقد القانون احنا لسه مستنتجينه دلوقتي، نقوله من جديد. وصلنا في النهايه عشان ما نضيعش وقت ووقتكم، بي تربيع ال تربيع في على الار الكليه في الدائره، وما هي الا المقاومة التي أعطاها 3 أوم زائد المقاومة الداخلية اللي هي خاصة بالقضيب المعدني. تعالوا نشوف الـ EMF average تساوي ده مداش القضيب المعدني ليس له مقاومة داخلية، وبناء عليه أصبحت الـ B 15 من 100 تربيع في 5 من 10 تربيع في 2 على 3 أعطتني مقدار القوة الواجب التحريك بها هي 3.75 من 100 في 10 سالب 3 نيوتن. إذن مقدار القوة اللي عندي اللازمة حتى يكتسب هذه السرعة المنتظمة وهي 200 سنتيمتر لكل ثانية. عشان كده أنا حطيت الـ V اللي عندي في القانون بـ 2. خدوا بالكم يا حضرات إن دي 5 من 10 تربيع ودي 15 من 100 تربيع. خدوا بالكم إن ديت الـ EMF الأفريج المتوسطة، الافريج المتوسطه اللي قيمتها دايما بتيجي ببي ال في. سلكه طوله 20 سنتي استخدم لتوليد قوه دفع مستحسه بطريقتين مختلفتين، الاولى بتحريكه عموديا بسرعه 100 ده في حاله السلك على مجال كثافته كذا، والثانيه بتشكيله. اهي الثانيه دي اللي فيها مشكله، لان انا عارف ان الاولانيه مقدارها الاف ماجنتيك اللي عندي بتساوي بي ال في بالاشاره السالبه، عشان لينز طلعت 16 من 100. اذا الاختيار اما ان يكون جيم او دال، ولكن المشكله عندي في الثانيه. الطريقه الثانيه تم تشكيل هذا السلك الذي طوله 20 سم كملف نصف قطر لفاته 2 على باي من السنتي، ثم تحريك قضيب مغناطيسي إلى داخله فيتولد فيض قدره كذا وبر في 1 من 100 منت دقيقة، 1 من 10 منت دقيقة. لا لا، الكلام هنا كبير بقى، ده انت هتخليه ملف، يعني مش هستخدم قانون البي اللي في، امال هتستخدم ايه؟ هستخدم قانون فارادي في الحس الكهرومغناطيسي الخاص بملف اللي هو سالب ان دلتا فاي ماجنتيك على الدلتا تي، والدلتا فاي ماجنتيك موجوده كام؟ 6 في 10 اس سالب 4، لانه لم يكن من قبل فاصبح الان موجود، والدلتا تي موجوده كام؟ 1 من 10 في 60. يبقى الدلتا فاي ماجنتيك على الدلتا تي موجوده، لكن الحاجه المطلوب ايجادها هي ان عدد اللفات. طب يا ترى هجيب عدد اللفات ازاي؟ ايوه ما احنا فاكرين يا مستر كنا بنقول ال ال طول السلك يساوي محيط لفاته يساوي محيط لفاته، اي محيط اللفه الواحده 2 باي ار في عدد هذه اللفات ان. لو عوضت انت وهو عن قيمه ال ال وعند ال ان 2 باي في 2 باي على انت عوضت عن ايه؟ عوضت عن الار عشان اختصر الباي قبل الباي، فتصبح ال ال تساوي 4 ان، فتصبح ال ان تساوي ال على 4. اذا ان دلتا فاي ماجنتيك على الدلتا تي ال ان، ما انت لسه قايل ال على 4 في الدلتا فاي ماجنتيك على الدلتا تي، يعني 20 سنتي 2 من 10 متر على 4، الدلتا فاي ماجنتيك 6 في 10 اس سالب 4 على الدلتا تي 1 من 10 في 60، وبناء عليه مقدار القوة الدفع الكهربية المستحسة هتصبح 5 من 1000 فولت. يعني المشكلة كلها أو فكرة المسألة إن أنا أجيب عدد اللفات اللي هو هيطلع 2 من 10 على 4، 2 من 10 على 4. خلاص يا شباب، من خلال عدد اللفات وقانون الملف هقدر أجيب مقدار القوة الدفع المستحسة المتولدة في هذا الملف عن طريق سالب الـ N دلتا فاي ماجنتيك على دلتا تي. طبيعي يا شباب، عارفين الإشارة السالبة كلنا عارفينها إنها تخص لينز. نشوف سؤال تاني.
في الشكل المقابل دائرة كهربية مغلقة على شكل مستطيل ينزلق عليها موصل طوله 1 متر، فإذا كانت الدائرة موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم كثافته 2 تسلا للداخل أو ماشي عمودي على مستوى الدائرة، وكانت مقاومة الموصل 2 أوم، يعني السلك أو القضيب ده مقاومته 2 أوم، في حين أنني عندي مقاومتين تانيين 3 و6 أوم، يا ترى مقدار القوة اللازمة لانزلاق المواصل بسرعة ثابتة 2 متر لكل ثانية ده طالب مقدار القوة. طب هل ينفع أجيب مقدار القوة بدون معرفتي لهذا الطيار؟ ده انت الموضوع ده كررته كتير. أيوة، لأنه بيربط ما بين الفصلين، وأنا معجب بصراحة بالقانون اللي بيربط ما بين الفصلين، ولكن فيه ملاحظة خطيرة خطيرة هنا. احنا قلنا على الار توتال، ايوه مستر ما احنا عارفين. طب الار توتال هنا عبارة عن ايه؟ ار الخارجية زائد الداخلية. مين الداخلية؟ الاتنين ام بتاعت الموصل. يا مستر ما هو السلك عندك هو المصدر، السلك عندك هو المصدر، اذا المقاومة الداخلية هي الار سمول، السلك هو المصدر، خرج منه التيار ليمر في المقاومتين 3 أوم و6 أوم ثم يتلاقى عند الطرف الآخر لهذا الموصل، وبناء عليه حاصل الضرب على حاصل الجمع يديني مقدار المقاومة الخارجية. الله أكبر، حاصل ضرب 3 × 6 = 18 على حاصل جمعهم 9، 18 على 9 فهل 2، وأعوض عن قيمة البي ب2 تربيع، وعوض عن قيمة الال بواحد متر، واحد متر تربيع دي مش 12 واحد تربيع، وعوض عن قيمة الفي اللي مديها لي باتنين على 2 + 2. اكيد خدتوا بالكم الاتنين الاولانية هي المقاومة الخارجية الكلية، وهي توتال التلاتة والستة ام على التوازي، لان التيار خرج من المصدر وتجزأ الى جزئين، جزء في التلاتة وجزء في الستة ام، وبناء عليه تصبح الثلاثة والستة باتنين. أمال الاتنين التانية دي عبارة عن إيه يا مستر؟ عبارة عن المقاومة الداخلية للمصدر، لأن السلك نفسه هنا هو المصدر، القضيب المعدني الساق المعدنية هي المصدر، المصدر وبناء عليه نجد أن مقدار القوة المغناطيسية 2 نيوتن. خلاص يا شباب، الاختيار ألف. تعالوا للحس المتبادل بين ملفين. ما هي دي التجربه، مفيش فيها جديد. يبين الشكل ملفين متجاورين حيث يمر تيار كهربي في الملف الابتدائي اللي هو فوق. كيف يمكنك بطريقتين مختلفتين توليد تيار مستحس في الملف الثانوي في الاتجاه المحدد؟ اظن واضح ان الاتجاه المحدد عكس اتجاه التيار في الملف الابتدائي. انصاف اللفات اللي ظاهره ماشية ناحية اليسار في الملف الابتدائي، هنا ماشية ناحية اليمين، واتجاه اللف فوق هو نفس اتجاه اللف تحت، إذن اتجاه التيار أسفل عكس اتجاه التيار أعلى، وبناء عليه نجد أن التيار المستحس هنا تيار كهربي مستحس عكسي، ومن ثم يجب أن نختار الطرق التي يتزايد فيها المجال. وعندي 3 طرق يتزايد فيها المجال، وهو غلق دائرة الملف الابتدائي، وإذا كانت الدائرة مغلقة هقول نقرب أحد الملفين من الآخر. تمام. الطريقة الثانية أنقص مقاومة الريوستات، يعني تزيد شدة التيار، أو أقرب دائرة الملف الثانوي من الابتدائي أو الابتدائي من الثانوي، لأن هذه الحالات الثلاثة تؤدي إلى تزايد الفيض على الملف الثانوي، وبالتالي يتولد قوة دفع كهربية مستحسة بالتبادل عكسية، أي تولد تيار كهربي يعاكس التيار المر في الملف الابتدائي. ملف حسه الذاتي L متصل وجهد مستمر V، فإذا بلغت شدة التيار فيه 4/10 من قيمته العظمى، يا ترى القوة الدفع المستحسة تساوي إيه؟
والله أنا عندي من قانون أوم البي بتساوي شدة التيار عندما نصل إلى نهاية العظمى في الأر توتال، لكن التيار في كل لحظة من اللحظات بيساوي جهد على مقاومة. الجهد المؤثر عن المقاومة، هل يا ترى الجهد المؤثر هو الجهد المستمر المعطى فقط؟ قال له لا، لأنك أنت بتقول لي في كل لحظة. إذن في هذه اللحظات، لحظات نمو التيار، يتولد قوة دفع كهربية مستحسة في هذا الملف، في الحس الذاتي، تعاكس القوة الدفع الكهربية الأصلية طبقا لفكر لينز، وبناء عليه خلاصة الجهد أو الجهد الكلي في الدائرة ما هو إلا V ناقص الذي يعاكسه الـ EMF instant. على مين؟ على الـ R total يا شباب. وبناء عليه أقدر أقول حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، ومن ثم هشيل الـ EMF instant التي تولدت بالحس الذاتي، هشيل مقدارها وأحط قيمته اللي هو L دلتا I على الدلتا T، ال دلتا اي على الدلتا تي، ده الاي ام اف الانستنت. بس هو هنا مش عايز كده، ده هو بيقول يا ترى فاذا بلغت شده التيار فيها 4 من 10 مقدار القوه الدفع المستحسه الاي ام اف انستنت دي تساوي ايه؟ فكل اللي انا عملته اني عوضت عن الاي انستنت ب 4 من 10 من قيمته العظمى، زي ما قال في رأس السؤال 4 من 10 من قيمته العظمى، ونزلت بالار توتال زي ما هي، والفي زي ما هي، والاي ام اف انستنت زي ما هي. حلو يا ولد، طب ما انت عندك الاي ماكس في الار توتال اهو بفي، يعني باختصار 4 من 10 في الفي بيساوي في ناقص الاي ام اف انستنت. طب الاي ام اف انستنت بالإشارة السالبة تروح الطرف الأيمن بالإشارة الموجبة، والأربعة من عشرة في بالإشارة الموجبة تروح الطرف تروح الطرف الأيسر بالإشارة الموجبة، والأربعة من عشرة فولت في الطرف الأيسر تروح بالإشارة السالبة، فتصبح الـ EMF instant تساوي V ناقص الـ V اللي هي انتقلت 4 من 10 V، فتصبح 6 من 10 V. إذا الاختيار الصح هو الاختيار G، 6 من 10 فولت. ملف لولبي طوله 5 من 10 متر. ملف لولبي طوله 5 من 10 متر. ده طول الملف. ماشي يا جناب الباشا. وعدد لفاته 400 لف. مساحة مقطعه الدهالي يمر فيه طيار شدته. عايز يجيب كثافة الفيض، ده انت رجعت الفصل الثاني. ايوه نرجع الفصل الثاني. مش عندك بي بتساوي ميو في الان اي على الال، عوض عن قيمة الميو والان والاي والال، عرفت اجيب كثافة الفيض طلعت ب2 في 10 اس سالب 3 تسلا. طب ده المطلوب الاول. المطلوب الثاني عايز معامل الحس الذاتي للملف. مش انا عندي الاي ام اف بتساوي سالب ان في الدلتا فاي ماجنتيك على الدلتا تي، وانا عندي اصلا الـ EMF بتساوي سالب L دلتا I على الدلتا T. ايه رأيك لو سويت الايسر بالاي؟ ما هو الايمن بيساوي الاي. هختصر الدلتا T قبل الدلتا T، والاشارة السالبة قبل الاشارة السالبة، يبقى الـ N دلتا فاي ماجناتيك، وهي الدلتا بي ايه بتساوي الـ L دلتا I، اعوض عن الـ N والدلتا بي ايه وهي 2 في 10 اس سالب 7 اللي انا لسه جايبها، 2 في 10 اس سالب 3 في الـ A اللي هو مديهالي في المسألة، 1 من 100 بيساوي ال L في 2. أطلع مقدار ال L اللي عندي هالمجهول الوحيد، 4 في 10 أس سالب 4 هنري. وده مسألة ربطت ما بين الحس الذاتي للملف وأورستد كثافة الفيضة التي تنشأ بسبب تيار ملف لولبي، ودي ربط ما بين الفصلين الثاني والثالث. دينا التيار المتردد. إذا كان متوسط الـ EMF، الـ EMF average في ملف الدينامو خلال ربع دورة 147، فإن القيمة العظمى للقوة الدفعة تساوي كم؟ هنا يا حضرات العلاقة ديت لازم تكون معايا، لازم أكون عارف لها استنتاج طويل، بس باختصار بص لها وركز فيها. عندي 3 كميات فيزيائية للقوة الدفعة الكهربية، في average وفي max وفي effect.
افريج وماكس وافكت. لو عرفت واحده منهم اعرف اجيب الاثنين التانيين. طب هو هنا مديني مين؟ مديك الافريج ب 147 وطالب مين؟ طالب الماكس. اظني هاصل ضرب الطرفين في الوسطين هقدر اجيب الماكس طلعت ب 231. اذا الاختيار رقم د. يمثل المنحنى ايه؟ العلاقه البيانيه بين الاي ام اف المتولده في ملف الدينامو مع زمن الدوران. بص للرسمه كويس. اه والله الاي ام اف مع الزمن مديني كام دوره؟ دورتين. طب يا ترى ايه ده؟ تعال نشوف. يكون احد التعديلات التي يمكن اجراءها على الجهاز حتى نحصل منه على المنحنى بي. هو فين المنحنى بي ده؟ مش انت عندك الانستنت بتساوي بناو؟ ادي المنحنى بي. كم مديني المنحنى بي اللي هو باللون البنفسجي بالشكل ده؟ ايه اللي انتوا لاحظتوه في المنحنى بي؟ ركزوا كده يا شباب. القوة الدفع الكهربية العظمى قلت، آسف، القوة الدفع الكهربية العظمى من الرسم البياني قلت إلى نصف قيمتها. ماشي. وعدد الدورات قل إلى النصف، بدل ما كان دورتين كاملين أصبح دورة واحدة. يبقى القوة الدفع قلت للنص وعدد الدورات قل للنص، يعني التردد قل للنص، يعني السرعة الزاوية قلت للنص. يا ترى أعمل إيه علشان أوصل للمنحنى بي؟ أنا عارف إن مقدار القوة الدافعة في أي لحظة بتساوي بناو ساين سيتا. لو قللت المساحة أو عدد اللفات للنص زي ما قال، لو قللت المساحة أو عدد اللفات للنص دي أو دي، أكيد القوة الدافعة ستقل إلى نصف قيمتها من 2 فولت إلى 1 فولت. لكن هل عدد اللفات أي التردد أي السرعة الزاوية ستقل إلى النصف من دورتين إلى دورة؟ لا. إذن الاختيار ألف أو بخارج حساباتي. ليه؟ لأني لو قلل النص ستقل القوة الدافعة فقط إلى النصف، ولم يقل عدد الدورات إلى النصف أي السرعة الزاوية إلى النصف. ولكن في جيم لما قال إنقاص سرعة دوران الملف للنصف، الأوميجا تقل إلى النصف. نقصان الأوميجا إلى النصف يؤدي إلى نقصان النهاية العظمى للقوة الدفع إلى النصف من 2 ل 1، ويؤدي أيضا إلى نقصان التردد إلى النصف، أي نقصان عدد الدورات خلال نفس الزمن إلى النصف. فبدلا من أن كان دورتين باللون الأحمر أصبحت دورة واحدة باللون البنفسجي. إذن الاختيار الأنسب يا حضرات هو إنقاص سرعة دوران الملف للنصف. تمام. نشوف آخر سؤال. يمثل الشكل البياني المقابل التغير في القوة الدفع الكهربية المتولدة في ملف دينامو تيار متردد. الملف بيدور بسرعة زاوية أوميجا خلال 20 ملي ثانية، ومتصل بمكثف سعته سي. مكثف سعته سي. ماشي. احسب تردد التيار. أولا الاتصال بمكثف عليه مسألة. أنا شلت المسألة ولكن اتكلمت ليه؟ لأن الاتصال مكثف هيكون في مراجعتنا للفصل الرابع. فأنا اختصرت على السؤال ألف وب. عايز يحسب تردد التيار المتردد المر في الدائرة. والله الزمن 20 ملي ثانية وعدد الدورات زي ما احنا شايفين دورة. إذا مقلوب الزمن الدوري هو التردد 50 هرتز. طب عايز شكل بياني يمثل التغير في القوة الدفع الكهربية المتولدة خلال 20 ملي ثانية للقوة الدفع عندما يدور الملف بسرعة زاوية 2 أوميجا. 2 أوميجا يعني زادت السرعة إلى الضعف، زادت السرعة الزاوية إلى الضعف، زادت السرعة الزاوية إلى الضعف. الله الله الله. إذن ستزداد القوة الدفع الكهربية المستحسة
في نهايتها العظمى إلى ضعف قيمتها، فبعد إن كانت 100 تصبح 200. مش بس كده، ويزيد التردد إلى الضعف، لأن زيادة السرعة الزاوية إلى الضعف ستزيد التردد إلى الضعف. طب ليه يزيد التردد للضعف؟ لأن أنا عندي الأوميجا بتساوي 2 باي F. إذا تتوقف الأوميجا على الإف، فإذا ما زادت الأوميجا إلى ضعف قيمتها من أوميجا إلى 2 أوميجا، زاد التردد إلى ضعف قيمته من إف إلى 2 F، أي زاد عدد الدورات خلال نفس الزمن اللي هو 20 ملي ثانية إلى الضعف. بينما النهاية العظمى للقوة الدفع الكهربية هي الأخرى، زادت إلى ضعف قيمتها، فهي موجب 200 في الجزء الطردي وسالب 200 في الجزء العكسي. دينامو تيار متردد استبدلت الحلقتان المعدنيتان باسطوانة مشقوقة إلى نصفين معزولين. ارسم الشكل البياني للتيار المتردد في هذه الحالة خلال نصف دورة. خلال نصف دورة بتهيأ لي مش هيكون غير كده. الله 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 الله، ده خلال دورة نص. خلال نص دورة يبقى المفروض خلال النص دي بس، إنما لما قال خلال دورة ونص، إذن هناك نصف ثاني لتكتمل الدورة 360، ثم هناك النصف الأخير والثالث وهو حتى نصل إلى 180. خدوا بالكم إن قال استبدلت الحلقتان المعدنيتان باسطوانة مشقوقة، يعني تحول إلى دينامو تيار موحد الاتجاه، أو دينامو التيار اللي احنا زودنا عدد لفاته في زودنا عدد ملفاته بشروط فيما بعد، فتحول إلى دينامو تيار المستمر. جرس كهربي جهدي تشغيله 8 فولت متصل بمحول كفاءته 80%، إذا تم توصيل المحول بمصدر منزلي جهده 220 فولت. احسب عدد لفات الملف الثانوي. طبعا جرس كهربي جهد تشغيله يبقى ده الفي اس ودي الايتا، جهد المصدر بتاع المنزل 220 فولت يبقى ده الفي بي، يبقى عندي في اس وعندي في بي وعندي الايتا. عايز يحسب ان اس لفات الثانوي، اذا كانت ان بي على الفي بي ان اس، هشيل الايتا واحط قيمتها 80 على 100، هشيل الفي اس واحط مكانه 8 والفي بي 220، هشيل الان بي ب 1100 اجيب الان اس اللي عندي، تطلع الان اس ب 50 لفه. اذا هذا المحول محول خافض، طبيعي يا اخي، خفض الجهد من 220 الى 8 فولت، وبالتالي عدد اللفات قلت من 1100 لفة إلى 50 لفة. تمام، عايز قيمة التيار المر في الملف الثانوي عند مرور تيار قيمته. أنا عندي طالما تيار فهتعامل بقانون الإيتا اللي فيه تيار، وعوض برضو عن قيمة الإيتا، وعوض عن البي إس والفي بي، وأسيب الأي إس لأنها المجهول، وأجيب الأي بي 1/10. وجدت إن الأي إس بتساوي 2.2 أمبير. وبكده يا شباب خدوا بالكم، قانون الإيتا في اس ان بي على الفي بي ان اس، لان الاي اس تتحط مع الفي اس لانها قدره الملف الثانوي. وبكده حضرات اكون نهيت معاكم حصتي، والى ان يلتقي معكم مستر عبد الرؤوف، وخلال الحصه اللي جايه ان شاء الله مراجعه الفصل الرابع. والى ان نلتقي أستودعكم الله مع خالص تحيات أسرة البث المباشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.